فبسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نشكر الناس اللي كيسهروا على الدوري هذا كل عام، وتنتمنى ليه دائما الاستمراريه وواحد النجاح كبير. فبالنسبه للدوري بالنسبه لينا حنا كفريق نهضه بركان، هو كيخلينا نوقفوا على المكامل الخلل والمكامل ديال الاشتغال ديال الطاقم التقني والاخطاء ديال اللاعبين باش نصحوا مع باش ناخذوا سواء المقابلات ديال الكاس سواء البطوله بواحد شكل بشكل جيد. بالنسبه لنا الفوز على المغرب التطواني فهو فوز معنوي باش ناخذوا المقابله ديال النهايه في احسن ظروف. كنتمنوا ونطمحوا نحققوا هذا الدوري هذا ونفوزوا به ان شاء الله باش تكون عندنا واحد البدايه ديال عام جيد ان شاء الله. بالنسبه لي راه ماشي اول مباراه وديه، فراه لعبنا 5 ديال المباريات قبل ومن هزمنا حتى واحده، فوزنا في ربعه وتعادلنا في واحده، هذه هي اول هزيمه عندنا في المباراه الوديه. وحنا ما اهم شيء ماشي اننا هو نفوزوا، حنا راه كنبريباريو كما كنعرفوا، راه بريباراسيون كتكون لونطريمون صباح وعشيه، فجميع اللاعبين كيكونوا رجليهم ثقال، واللي كيهمنا هو اننا ناخذوا هذه المباراه هذو ونخدموا فيهم فيزيك ماكسيموم باش اننا نوجدوا الكوب دو ترون باش في داخل الميدان ديالنا في تطوان ان شاء الله اننا نحققوا الفوز على جمعيه السلاويه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اي واحد يطمح انه يدي البطوله ولا الكاس، يعني كيف ما قلتي يعني هذا العام الاداره يعني كيف ما قلتي وفرت جميع الظروف، جابوا لاعبين في المستوى يعني احسن لاعبين اللي كاين في البطوله الوطنيه. تنتمنى ان شاء الله نكونوا هذا العام في حسن ظن الاداره والجمهور البركاني، نتوجوا بشي كاس ولا بطوله ان شاء الله ولا التاهل للعصبه ان شاء الله. لما لا، يعني الحمد لله استعدينا في احسن استعدادات. المعسكر الاول داز في إفران، يعني كان منصوب ديال اللياقه البدنيه، والمعسكر الثاني كان في مدينه المحمديه اللي تخول لعبنا لي ماتشات اميكال، والحمد لله في المعسكر الثالث غيكون بوسكوره اللي فيه داخل الدوري ديال نتيفي. والحمد لله الدوري ديال نتيفي كان مقياس نقيسوا الدرجه ديال المنسوب ديال الحاله البدنيه ديالنا. الحمد لله هادشي كبان في رقعه الميدان، وتنتمنى ان شاء الله تكون هاد الموسم يكون موسم ديال بركان ان شاء الله.